رمل هذا الحصى كان شي يسوي؟ يقلب إلى أموال، يقلب إلى ذهب. فاليوم راح الواحد جاي يخيط، قال له أنت شنو واصل؟ قال له أنا الشيخ البهائي. قال له أنا عندي علم الكيمياء. قال له وشنو الكيمياء؟ قال له حول هاي السنارة إلى ذهب. ضحك هذا الإسكافي، قال له ليش تضحك؟ قال له تريد أخيط لك حذائك؟ شوفه ممزوق. قال له إيه. وهو جاي خيط قال له حول هالسنارة. يقول مسكها البهائي قرى عليها ورد تحولت. إخواني مو صعبة هاي، بعلم التسخير القرآني الكوني هسه أبين لك. حرك السنارة حركتين انقلبت من نحاس إلى ذهب. ضحك الإسكافي قال له ليش ضحكت؟ كظ الحذاء وجل تحولها إلى ذهب. قال له سويت انت؟ قال له قلب السنارة ذهب قلبت حذاءك ذهب. هذا يا هو الإسكاف. قال له رجعها. قال له انت رجع السنارة. قال له انا الشيخ البهائي بعلمي اقدر اسوي بس ترجيع ما اعرف. يقولون واذا هذا الإسكاف سوى مسمسهن بدون حكي، خلى ايده على السنارة والحذاء رجعت نحاس وجلد. يقول بهائي رجع للوراء. قال يقولون البهائي اعلم واحد بالكيمياء، طلع الاسكافي اعلم منه، طلع الاعلامي في هذا الاسكافي اعلم منه. اصلا البهائي عنده عجائب، انا ما اريد اخلص مجلسي بسوالف عنه هواي، لكن الشيخ البهائي انتم الليله ادخلوا